صباح الخير مشاهدينا، واهلا وسهلا فيكم من جديد، وبنصبح كمان بالخير على كل اللي انضموا لمتابعه البرنامج من الان. احنا مستمرين معاكم وعلى الهواء مباشره لغايه الساعه 10 بتوقيت عمان، واولى فقراتنا بالاستوديو راح نتحدث فيها عن الطفل وفن تغيير سلوك الاطفال مع الخبير والمستشار التربوي الدكتور صالح المشاعلي. اهلا وسهلا فيك دكتور صالح. أهلا، صباحك سعيد. الله يسعد صباحك، الله يحفظك. اول شيء خلينا نعرف ما هو السلوك عند الطفل، واحنا بنعرف انه السلوك هي صفه مكتسبه. نعم، يعني مش لا تولد مع الانسان. نعم، هي عمليه بيئيه ياخذها الطفل من بيئته الموجوده حوله، لكن دائما احنا نقول السلوك الجيد الذي يعتمد على مبادئ وقيم. سلوك قد يفعل الإنسان ويتراجع عنه بعد مدة، يعني قد تتحمس للرياضة وبعد مدة بسيطة تتركها، لكن إذا كانت مبنية على مبادئ وقيم يبقى السلوك دائم مع الإنسان. نحن نتكلم عن تعديل السلوك. تعديل السلوك معنى أن هناك في سلوك معين بحاجة إلى أن نعدله إلى وضع أفضل، يعني حاد هذا الطفل عن جزء معين من المعايير الموجودة في المجتمع، وعلينا نحن والآن نفضل أن يكون طبعا الأب والأم خبراء. وبهذه المناسبة أنا في كل جلسة أجلسها وفي كل جانب إعلامي أدعو دائما أن تكون هناك رخصة زواج مثل رخصة السيارة، بحيث أن الأم والأب قبل ما يتزوجوا يكونوا مؤهلين، يدخلوا نعم لمدة على الأقل أسبوع دورات تدريبية يفهم كيف يتعامل مع سلوك الطفل، وأيضا العلاقة الزوجية بين الاثنين. فلذلك إحنا الآن لما نكون الأم والأب خبيرين بهذا الموضوع والمعلم والمعلمة في مدارس، أعتقد أن الموضوع يكون أسهل علينا وأسهل نعدل السلوك بشكل جيد، خاصة إذا فهمنا المراحل النمائية عند الأطفال. كثير من الآباء والأمهات لا يفهمون المراحل النمائية والعمرية عند الطفل، لذلك لا يتعاملوا بطريقة صح مع تعديل السلوك ولا يستطيعون يعدل السلوك نحو الشيء الهدف المطلوب. يعني هي دكتور، يعني أنا دائما بشبهها كيف إنه لما بنشتري جهاز جديد للبيت، جميل، إحنا بنفتح الكتالوج وبنبلش نقرأ وكيف بدنا نتعامل مع هذا الجهاز، صحيح، وكيف بدنا نحافظ عليه، صحيح، وشو بنتوقع منه إنه يخدمنا. فنفس الشيء هلا إحنا في طفل، نعم، احنا بدنا نتعلم، خصوصا لما بكون اول تجربه، اول، صحيح، طفل. يعني حلو انه نروح لمستشار او خبير تربوي، نعم، نعرف كيف نتعامل مع الطفل بالشهور الاولى، نعم، بالسنه الاولى، بالمثلا اول 3 سنين اللي هي بتبلش فيها، نعم، العادات والسلوكيات عند الطفل. جميل. يا بنعززها وبنثبتها او بنغيرها، والمفروض انه تتغير بالسنوات الاولى. يعني نعم دكتور، ولا لا؟ نعم صحيح، تفضلي. أنا أعتقد أنه دائما إذا أردت أن تربي فعليك أن تفكر بعقلية المربي. عقلية المربي يصلح، عقلية المربي يحدد السلوك ويعرف مظاهره ويعرف أبعاده ويعرف المعيار ويعرف الجانب الاجتماعي الموجود فيه. المربي عادة الذي يفكر بعقلية المربي وهي العقلية الإيجابية دائما لا يعاقب، لا يتهم، أيضا لا يصدر حكم. هذه الأمور مهمة جدا بالنسبة للأطفال. كثير من الأحيان يقول لابنه أنت البعيد لص، أو أنت مزعج، أو أنت كذا، يصدر أحكام سابقا. الآن الخوف من البرمجة الذهنية تصير عند الأطفال، خلص ما دام أنه أبوه أصدر عليه هذا الحكم صار يتقبل مثل هذا الحكم، صار أصلا يعيشه. لذلك دائما نحن ثبتناه عنده احنا بنثبت. وجزء كبير يمكن دكتور من السلوكات غير المرغوب فيها، جميل، احنا بنثبتها عند، نعم، الطفل. لذلك الآن نقول للأباء دائما والأمهات وخاصة في سنه زي ما تفضلتي أنه اعرفوا المراحل النمائية. يعني بالحدود السنتين دائما تبدا حاجه جميله عند الطفل اسمها العناد. كثير يتضايق من الاباء، ولا كثير من الامهات يوميا يتصلوا معي انا والله ابني عنيد، اقول انا هنيك انه ابني عنيد، انه ابنك عنيد. يعني حاجتين لازم يفرح فيهم الاب والام، اول خطوه يخطوها الطفل بحياته، اول ما يمشي اول خطوه هذا لازم يعمل له احتفال، والجانب الثاني اول مره بيقول لك لا. ليش؟ لانه اذا قال لك لا الان يستطيع في المستقبل ان يقول اللي يقول له تعال نهرب من المدرسه لا، واللي يقول له خذ سيجاره يقول لا، واللي يقول له تعال خذ لك حشيش يقول لا. لذلك مثل هذه الاشياء لا يعرفها الام، تريد الاشياء الاسهل بحيث انه ابنها هي تاكله حتى ما يوسخ السجاده ويوسخ قميصه ويوسخ اشياء ثانيه. لذلك نحن نقول علينا ان نتعامل بعقليه المربي. عقليه المربي تعني انه انا اصلح، تعني انه نعدل سلوك هذا الطفل، تعني ان نتعامل معه باللعب. واحنا دائما نقول ان الابطال يصنعون في غرف نومهم. الام التي تبث قيم معينه داخل اذن ابنها قبل ما ينام، يعني نسميها دائما استراتيجيه شهرزاد، دائما تاتي الى طفلها تحكي له عن اشياء جميله، تحكي له عن ترفع سقف عالي 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 عالي. الام هي الصانعه، اديسون الذي جاب كل الكهرباء وعمل كل التجارب، امه هي المفضل. المدرسه طردته وقالت له هذا انسان فاشل، لكن ظلت تبث في عقليته وفي ذهنه وفي اذنه انه لا انت انسان ممتاز. وعندما ماتت واتى يفتش في اغراضه وجد قال انا
يعني طفل غبي صنعتني أم ذكية. كذلك أينشتاين، الآن أينشتاين رسب في مادة الفيزياء اللي أبدع فيها على مستوى العالم، وبالتالي هو صار أشهر عالم موجود الآن، يعني من العباقرة الموجودين على مستوى العالم. ما الذي صنعه؟ صنعته أم، لأنها كانت تعرف كيف يفكر هذا الطفل. الأم مدرسة، مدرسة إن أعددتها أعددت شعبا طيب الأعراق. نعم. كلام سليم. فلذلك إحنا دائما نركز على الأم. يعني أنا أحيي أخوات جدا اللواتي يتصلن باستمرار ويسألن ماذا أفعل مع ابني، صارت المشكلة الفلانية، كيف أتصرف معها، كيف أتعامل معها. لكن أنا أدعو أن يكون في عنا على مستوى الدولة برامج تأهيل، مثل لما يروحوا يعملوا فحص الثلاسيميا المفروض نعمل دورات تدريبية للأمهات والأباء حتى يقدروا يتعاملوا مع هذا الأطفال، مع هؤلاء الأطفال. كثير من الأباء يخطأوا، ما يحدد السلوك المطلوب من ابني. أنا أقول والله ابني مزعج، مزعج كيف؟ حدد لي خطوات وحركات، شو كيف مزعج؟ أو ابني مثلا غير متفوق في المدرسة، أنت هل أنت علمته كيف يكون متفوق في المدرسة؟ ما علمناك كيف تكون متفوق. إحنا أصدرنا أحكام عامة، ودائما يعني إحنا نركز على الجانب السلبي ما نركز على الجانب الإيجابي. تشوف كثير من الآباء والأمهات تكلموا عن السلبيات عند ابنائهم، لكن قليل عفوا يتكلم عن جوانب الإيجابية. دائما نحن نقول للآباء والأمهات امدحوا، كن مداحا لابنك، دور بالمجهر على حسنة معينة لم يكن لدي ابنك حسنة، دور بالمجهر وامدح ابنك. ليش؟ لما تمدح هذا الإنسان أو جاته أصلا لما يصل لمستوى معين صعب يتراجع عنه. ثانيا نقول دائما حطوا أفضل الأشياء في صدر البيت، وقولوا والله هذا عمل كذا وعمل كذا وعمل كذا، وارفع سقفك توقعاتك عالي عالي. لما الأم ترفع سقف توقعاتها وتحسب أنه ابنها إنسان ممتاز، ودائما احنا نقول لهم دائما يجب أن يمدح الطفل ما لا يقل عن 80 مرة في اليوم. أحسنت، أنا أفتخر فيك، أنت رائع، أنت ممتاز، أنت اليوم بيضت وجهي، وهكذا. ثانيا يجب أن يضم الطفل ما لا يقل عن 24 مرة يوميا. بعض الناس يقولوا كثير، نقول لهم الضمة لا تأخذ نصف دقيقة وأقل، لذلك يشعر بأمان وأمن غير عادي. نحن نغير السلوك عندما نحاكي هذا الطفل حسب عقليته وحسب إمكانياته. اللعب، كثير من الأباء والأمهات لما يدون أم وأولادهم يلا قم على سريرك بالأمر، وأحيانا بالضرب وأحيانا بالشتم، لا تعال خلينا نعملها نوع من اللعبة، نتسابق أنا وياك من اللي يسبق أول سريره، نعملها نوع من اللعبة. لما تلعب مع ابنك أصلا جانب صحي جدا جدا للأم وجانب صحي جدا للأب، يفرحوا جدا. وكذلك المعلم والمعلمة، نحن دائما نربي بطريقة دكتاتورية، وإحنا نقول أيضا للأباء والأمهات أن الأب الحاضر الدكتاتور المتسلط أفضل من الأب الغائب الطيب. يعني وجود الأب، وجود الأب مهم ضروري جدا، حتى لو كان مع أنه هذا سيء وهذا سيء، لكن إحنا نتكلم عن أفضل السيء. فلذلك نقول للأباء والأمهات إحساس الطفل بالأمان طبعاً. وجود الأب حتى لو كان يعني زي ما قلت سلبي ما له أي دور، لكنه يحسس الطفل بالأمان. صحيح. لذلك الآن الآباء والأمهات غير مهيئين وغير لا يستطيعوا أن يقوم بالدور التربوي المنوط فيهم. إحنا نقول التربية دائما مثل اللي يمشي على سيرك، عملية حساسة جدا. أي خطأ وخاصة في مرحلة المراهقة وهي الأخطر، خاصة مرحلة المراهقة، أي خطأ يؤدي أنه يروح طفلنا. شوف أنت الآن كيف الناس الجالسين تحت عمود الكهرباء كيف استقطبوا أطفالنا، لأنهم عرفوا الأشياء اللي فيهم يصيروا عززوها وكبروها وكبروها. الطفل بحاجة في هذا العمر بحاجة إلى التعزيز، عنده نقص طبعاً، فهم بيعبوا هذا النقص طبعاً، لأنه برمجت بعقليته الجانب الذهني أنه أنت إنسان رائع. إذا برمجت أنه أنت إنسان رائع، أنت إنسان ممتاز، أنت إنسان متفوق، سيصبح متفوق. ليش إحنا نقارن بينه وبين أحيانا الغرب؟ نقول الغرب الفاشل يدفعوه حتى يصبح ناجحاً، ونحن أحيانا ناجح للأسف شديد نسحب الخلق حتى يكون فاشل لعدم معرفة. أحيانا حماس الزائد بعمل مشاكل. كثير من الأمهات تحكي معي والله أنا سويت وعملت كذا كذا كذا، أقول لها هذا حماس زائد، أرجوك تركيه. أما أنا أعطيك تكنيك معين. كيف يعني حماس زائد دكتور؟ يعني على سبيل المثال إحدى الأخوات اتصلت معي قبل مدة بسيطة، تقول أنا بيني وبين بنتي مشكلة من حوالي 3 سنوات ما بنكلم بعض، وهي الوحيدة والأخت يعني مطلقة، والطلاق ليس عيبا في مجتمعنا، أمر طبيعي يحصل، وأنا ما بكلم. الأم مطلقة؟ نعم، وعندها بنتها، بنتها الوحيدة. بنتها قد إيه عمرها؟ عمر البنت حوالي 14-13 سنة. فتقول أنا لا يمكن أن أحكي معها ولا تحكي معي، يعني جالسات في بيت واحد ما في بينهم أي تواصل. فقلت لها اعملي تكنيك بسيط. قالت كيف؟ قلت جيبي لما ترجع على البيت جيبي صورها وفرديهم وصيري بوسي أو قبلي بها الصور، ولما تسأل قولي والله اشتكت لك أنت بعيدة عني. قالت لي والله بس ضربت الجرس شافتني ودخلت قالت شو تعملي؟ قلت والله اشتكت لك أنت بعيدة عني، هاي صورك، بديت أبوسها، اختلف القياسات، تبكي وأنا أبكي وضمينا بعض. تكنيك بسيط رجع علاقة ممتازة لأم وبنت، وبعدها اعتدلت هذه العلاقة. ليش؟ حماسة زائد، بدأ من البنت أشياء معينة، هذه البنت بدري عليها شوية. إحنا نقول دائما يا جماعة علموا أولادنا كيف يحاولوا، كيف إحنا وياكم نتحاور. واحد يحكي لي مرة عن أمه في إحدى الدورات يقول لي والله أنا ما أعرف الحوار لأنه أهلي أصلا ما بيعرفوا يحاوروا.
ولا بيقدروا يحاورون، ولا في المدرسة قادرين على الحوار. لذلك أنا إنسان مقموع ما أقدر أحاور، أنا أتلقى أوامر. في بعض الأهل للأسف بيفكروا أنه الأبوة أو الأمومة هي سلطة، يعني سلطة أبوية أو سلطة، خصوصا الأب يعني يمكن أكثر، أنه بس إعطاء الأوامر. لا لا. أو حتى مثلا لما بتقول له لا لا لأنه لا، طب لا ليش؟ يعني كمان حتى اقنع الطفل إذا قلت له على شيء لا، أعطيه بدائل كمان يعني. دكتور، لأنه في أمور بسيطة بس هي اللي بتشكل العقدة عند الطفل، وأظن أول المراحل اللي بتشكل فيها العقد يعني هي من السنتين وثلاث سنين وأربع سنين. السنة ونص الأولى إذا تعرض الطفل لحرمان، معظم الآن اللي عندهم مشاكل قتل المنظم زي أبو شاكوش وغيره، بتدور على خلفيته وتلاقي أنه هذا الإنسان عنده حرمان في السنة الأولى ونصف زي ما تفضلتي. فلذلك الأم والأب اللي يعرفوا أنه أنا طفلي هذا ما لازم الحرمان. تعال أنت الآن ما دام إحنا في نهاية العام الدراسي، في عندنا شيء اسمه الفشل الدراسي. كثير من أبنائنا يفشلوا فشل دراسي. الآن كيف أنا كأب أو كأم كيف أعالج هذا الفشل الدراسي عن طفلي؟ ما في إنسان على الإطلاق ما يتعلم، بس الاختلاف مدة التعليم. أنا أتعلم خمس دقائق وأتعلم دقيقتين، في فرق بين، لكن كنا نتعلم. كيف أنا أعالج هذا الفشل الدراسي عند أولادنا؟ وهذه أسئلة يوميا تطرح علي بعشرات المرات من الأمهات. يا أخوان دائما حولوا موضوع الفشل، حولوه وخلي الطفل هذا أو الولد هذا يعني يعتقد اعتقادا جازما بأنه إنسان قادر. أنا حول نظره تماما عن الفشل وأبدأ أحكي معه بخطة جديدة، أنه أنت إنسان قادر وأنت إنسان عندك إمكانيات وأنت إنسان كذا كذا، لكن أنت غير مستثمر هذه الإمكانيات، وأنت في الماضي كنت مبدع لكنك تراجعت بسبب معين. هذا إن كان طبعا ماضي جيد. ثم الجانب الثاني بعد، أنا أعزز الأشياء الإيجابية عنده بشكل غير معقول. أعزز الإيجابية، أنت إنسان ممتاز، أنت إنسان رائع، كل يوم يسمع مني ما لا يقل عن 70-80 مرة نوع من التعزيز، حتى أنا أرفع من سويته وأرفع سقفه وأحط كل درجة يجيب لي أحطها هناك في صدر البيت، وكل واحد ما يجيني يضيف أقول شوفوا فلان كيف عمل اليوم، اليوم ممتاز. الجانب الثالث المهم أنه أنا أجعل من هذا الشيء، من الفشل أجعل منه هم مهمة، همه تعال أنت الآن واحد قادر، تعال خلينا نعمل لك خطة. الخطة هذه أنا بدي إياها منك، أنت بادر فيها قبلي. الخطة هذه كيف نعملها إحنا أحيانا؟ تعال الزيارات نقمنها، هل تجي منه؟ إحنا كيف نقدر الآن نعالج الفشل؟ بنعالج الفشل إذا زدنا عدد ساعات الدراسة. بعدين بعض الآباء يخطئوا أخطاء قاتلة، الأم تقوم مقام الولد، هي تدرسه وهي تعمل له كل شيء. لا ابني يجلس أنت هناك في الصالة وادرس لوحدك، وإذا احتجت شيء تعال عندي، لأنه أنا ما بصير أشيل همك. شوف الآن الطائر، لأنه الحيوانات والطيور تشتغل على الغريزة وإحنا على الفطرة، الطير الآن يرمي فراخه من وين؟ على الشجرة. هل هو يكرههم؟ صحيح. يعني هي موضوع السلوك عند الأطفال يعني بده كمان حلقات، موضوع كتير كبير وعميق. لكن دكتور يعني اختصرت أنت هذا الموضوع بنقاط جدا رائعة وجميلة، إن شاء الله اللي بيكونوا هلأ عم بيتابعونا يكونوا استفادوا منها. عنا رسالة معينة. شكرا دكتور صالح مشعلي لوجودك معنا. شاكر لك، لطفك. أهلا وسهلا.